النهارده في نادي الاتحاد عندك ملعب، كنا بالامانه كنا مشتتين في السنين اللي فاتت. النهارده السنه دي والسنه اللي فاتت احنا بقالنا عمرنا دلوقتي حوالي 14 شهر في النادي، فالانتاج مش وحش، كويس. كابتن طلعت من غير ما يقول لاي حد، لانها بيخبط علينا، ودخل سلم على الناس كلها وقال انا في ظهركم، وانا لما بحتاج للعيب من عندنا من قطاع الناشئين هيكون اوفر لي من ان انا اجيب حد في نفس المستوى. كنا محتاجين ده قوي قوي قوي، ان احنا وانت بتمرن تبقى تمرن في النادي، حتى اللعيبه لما بتيجي في نادي الاتحاد، الهيبه بتاعت نادي الاتحاد لازم تبقى موجوده بالشكل ده. ملعبنا والنادي بتاعنا وكل حاجه متوفره في القطاع، غير ما كنا بنلف ندور على ملاعب. الموضوع اختلف جزئيا وفي كل حاجه. الموضوع لما تيجي تسال المدربين وهم قاعدين حتى بعد التمرين، مدربين قاعدين في نادي الاتحاد. عندنا قطاع ناشئين ان شاء الله يطلع، وطلع يعني. احنا دلوقتي عندنا مع الفريق الاول صبح سليمان وعمر خليل، الاثنين دول من قطاع الناشئين في نادي الاتحاد، وقبل كده يعني العبد لله طلع حراس مرمى كتير جدا، عاطف ومحمد فتحي وحسام عثمان. دلوقتي بنصور واحنا في ملعب الناشئين، التدريبات والمباريات الرسميه كلها بيستقبلها الملعب ده. بالنسبه للفريق الاول نفس الكلام، مفيش تشتيت في هنتمرن امتى، هنتمرن فين. دلوقتي البرنامج كابتن طلعت كيسو بيحطه بمنتهى الارتياحيه، لان الملعب موجود وكل الامكانيات اللي تخدم الفرقه واعداد الفرقه موجوده، وده شيء مهم جدا من ناحيه الاستقرار بالنسبة للفريق.